مرحبا، شو رأيكم اليوم نحكي عن الكفالة؟ الكفالة ممكن أي حدا يجي يطلب منك تكفله عشان ياخد قرض. طيب أنت بتعرف شو يعني كفالة؟ مثل ما بحكوا الكفيل ملتزم زي العميل بالضبط، يعني الكفالة بتتسجل عليك التزام. فكروا كتير منيح قبل كفالة أي شخص، تقدروا تكفلوا أي شخص بتوثقوا فيه، بس دائما كونوا على علم إنه إذا اللي كفلته ما كان قادر يسدد القرض فالكفيل رح يكون قانونا ملتزم بالسداد.